البلدين هذا البلد بارك الله العظيم اللي عليها سيد جلالة الملك الله يحفظه ويخليه ويطول بعمره. صراحة إنسان بارك الله بعقله بذكاءه والله يسهل عليه. أنا داير شيء أمن للبلد، يعني إحنا نفتخر بهذا الأمن اللي صاير في اللي كاين في المغرب صراحة. لأنه إحنا دابا يعز علينا بلدنا اللي هو العراق، كل اللي يهمنا الأمن والأمان. إحنا اللي عندكم هذا الصحة والراحة عليكم. إحنا نتمنى بلدنا العراق يولي بحال ما كان إن شاء الله. اللي كان في الأول كان هو هذا، وكان الأمن والأمان في زمن النظام القديم. ونقول لك كيفاش متعايشين مع اخواتنا المغاربه وسمعت واحد القضيه لانك انت يا في هذا شهر رمضان كنتي كتعاون بالقفات. انا شوف كاين واحد الهضره وواحد المقال اللي كتقول لك خير الناس من نفع الناس. احنا بالنسبه لينا احنا مولفين من احنا صغار. احنا ابهاتنا واجدادنا علمونا على الحاجه الصحيحه، دائما نساعد الناس. اذا عندنا شويه البركه خاصه نساعد الناس. هذا الشيء بلا ما نهدروه بلا ما نقوله، كل شيء ديال الله. اذا ساعدنا البشر واذا ساعدنا الناس وساعدنا بنادم، هذا كل شيء نتلاقى فيه. ما كانش اللي واحد يقول لي برافو ولا بري عليك ولا شي حاجه. لا، انا ما خدمتي مع الله سبحانه وتعالى، ماشي انت مع العبد، فهمتيني؟ هذاك الشيء اللي كان انا اللي بغيت واحد الحاجه. انا عندي وليدات زوج، انا زوجتي مغربيه، وليداتي عراقيين ومغاربه، يعتبرون يعني هم نص مغاربه ولكن هم تابعين للوالد اللي انا اباهم. انا عراقي، انا داخل واحد منظمه ديال الامم المتحده اللي هي اليونيسيف. انا دخلت بهذاك النظام. انا الصراحه فقط اللي انا كان استفاد صراحه نهدر، يعني هذه ثلاثه اشهر انا اللي اللي اللي, اللي دابا عندي مثلا عندي ولدي انهد هروسه واحد رجوله، وما عرفت كيفاش استفيد من هذا الموضوع. بغيت وليداتي يدخلون معايا في النظام ديال الامم المتحده. وشحال من مره كان داعيهم نقول لهم وليداتي بغيناهم يدخلوا، لانهم ما مستفيدين. لا مستفيدين من تمدرس، انا وليداتي بجوزهم في المدرسه، ولا مستفيدين من ناحيه الاطباء والطب وهذاك الشيء. انا ولدي دار واحد العمليه مليون و100 في كلينيك، وما كانش اللي سول فيه ولا قال لي تا حاجه، فهمتيني؟ والحمد لله والشكر انا اللي درت واحد جمعيه مع اصدقاء ومع الناس ومع هكا، وهزوه واعطوني اياه. يعني الاسميه كانت مش اسميتي، انا اسميتي اخر الناس، واعطوني اياها في الاول في سبيل اخذ الحاجه ديالها. انا بغيت وليداتي يستفيدوا من هذا الموضوع ديال التمدرس وديال الاخلاص الشهري، كيخلصوهم بحالهم حال الناس الافارقه ولا السوريين ولا الباقيين الجنسيات الاخرى. ما اعرف، احنا سبحان الله العراقيين مكتوب على الجبين ديالنا. ما واحنا ما نداعي، ما كنقول، احنا ما نسعى من انت واحد، احنا غير الله سبحانه وتعالى اللي كنقول له شنو كاين. انا دابا انا ما اعتبر راسي انا غريب بهذا البلد. انا كنهدر اخوكم، وكنقول لاخوتي المغاربه واخوتي الناس المعنيين بانه يوقفوا معايا بهذا الاخره. ان شاء الله يا رب يرفع عنا هذا الغمه عن هذه الامه من ناحيه هذا الوباء اللي كاين ان شاء الله، وترجع الحياه الطبيعيه. ونتمنى الخير لكل الناس وكل العرب. انا ما كنقول مثلا انا عزيز عليه بنادم كامل، ويا رب يصبرنا على هذا اللي كاين ان شاء الله. والله يسهل. السلام عليكم ورحمة الله.